أهلا بحضراتكم. بعد دورة ريو دي جانيرو الأولمبية، في بعض المواقع نشرت خبر بيقول قرر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي إصدار قرار باعتقال البعثة الأولمبية لعدم حصولها على ميدالية واحدة في ريو دي جانيرو. طبعا حكومة زيمبابوي بسرعة طلعت ونفت الخبر ده، قالت ده مش صحيح الكلام ده. احنا في مصر هنا بعضنا صدق الخبر، صدق ان الراجل قال، رئيس الجمهورية قال احنا هنحبس الناس اللي ماخدوش ميداليات. والحقيقة ان اصل الخبر ان الصحيفة اسمها نيجيريان بوليتن نشرت نقلا عن موقع فرنساوي ساخر اسمه كشفته صحيفة الاكسبريس الفرنسية، ان الموقع بيعتاد انه على نشر الاخبار الغير حقيقية والساخرة جدا، فهي عشان تسخر من الرياضيين بتوع زيمبابوي قالت هذا الخبر. بس احنا صدقناه، في ناس صدقته هنا في مصر. هو ده فكرني بقضية برضو مهمة جدا، يعني ايه نحل اتحاد الكورة عشان المنتخب ما كسبش مباراة، او نحل اتحاد الكورة علشان المنتخب ما خدش بطولة، او نحل اتحاد كورة عشان المنتخب بتاعنا ما راحش كاس العالم؟ ده احنا بالطريقة دي مش هيعود لنا اتحاد طبعا، ما احنا من سنة 90 ما رحناش كاس العالم مثلا. يعني على فكرة انا مش بقول الكلام ده النهاردة، دي انا بستغرب جدا، وكنت بتكلم على لجنة الشباب والرياضة على مدى 30 سنة لما تنتفض وتجتمع عشان تناقش سبب فشل البعثة الرياضية الأولمبية المصرية في دورة بكين، او تتعمل التحقيق في دورة بكين. قال بالمناسبة هو حصل ايه في التحقيق بتاع دورة بكين 2008؟ هو طلع التحقيق ده، انا فاكر اتعمل يعني قرار بان بتشكيل لجنة للتحقيق في نتائج بعثة مصر الأولمبية في دورة بكين في 2008 بعد الخمس ميداليات اللي احنا خدناهم في أتينا في 2004. هو حد عارف التحقيق ده حصل فيه ايه، ولا ده كان يعني هنحقق وسكته وهنحقق وسكته هنكمل؟ يعني ايه نشكل لجنة وتحقق في نتائج البعثة الأولمبية؟ انا افهم ان احنا نعمل دراسة ليه احنا متأخرين او متقدمين. طب احنا حتى والله من ساعة ما خدنا كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات ورا بعض، شوفوا من كام سنة، انا بقول كل شوية كنا عايزين نعمل دراسة، احنا ليه كسبنا البطولات دي؟ حد يعمل لنا فايل كده دراسة علمية ليه المصريين تفوقوا في ثلاث بطولات للأمم الأفريقية على التوالي؟ إيه السبب؟ أنا مش بتكلم على جيل والكابتن حسن شحاتة وفريقه، لا، أنا عايز أعرف بقى أسباب علمية، أسباب مدروسة وفنية من ناس متخصصين. المهم يعني هو إيه لجنة الشباب والرياضة تجتمع؟ طب لما منتخب الطائرة يخسر لجنة الشباب والرياضة مش بتجتمع ليه؟ لما منتخب السلة بيخسر، لما فريق كبير لمصر، لما بعثة مصرية ما يعني مش في الألعاب الأولمبية في الألعاب الأفريقية بتخسر، لجنة الشباب والرياضة مش بتنتفض ليه؟ وإيه هي المسؤولية السياسية أو الرياضية للجنة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالنتائج؟ دي حاجة فنية. وإيه هو الدور السياسي للوزير هنا؟ أي وزير، مش بتكلم على المهندس خالد عبد العزيز، أنا بتكلم على حالة إحنا عايشينها من سنة 30. يعني لغاية إمتى هنفضل بنمتص غضب الناس بقرارات هلامية بجد وكده بنضحك على الناس؟ هو في دولة في الدنيا البرلمان بتاعها بيجتمع أو لجنة من البرلمان بتجتمع عشان تشوف أو تحقق في نتائج البعثة الأولمبية بتاعتها؟ ده في أكتر من 200 دولة بتشارك في الألعاب الأولمبية، ده 75 بس اللي بياخدوا ميداليات، الباقيين البرلمانات والكونجرس الأمريكي مثلا بيحقق في النتائج. يعني موضوع تقييم الحساب، التقييم والحساب والعقاب ده يعني أنا شايفه نكتة، مش يعني هي تقريبا نفس النكتة بتاعت سجن الرياضيين في زيمبابوي اللي هي مش حقيقية طبعا. يعني على فكرة سنة 41 ألمانيا لعبت قدام سويسرا مباراة كورة وخسرت 2-1. الأخ هتلر
الزعيم المفدى جاب وزير الإعلام بتاعه قال له تاني مرة ما تبقاش تعمل ماتشات أو تلعب مباريات ما انتش عارف نتيجتها مقدما. حاجة غريبة جدا. على أي حال التحقيق في نتائج البعثات الأولمبية 0/10.